أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، نلتقي بكم من جديد في برنامجكم المسائي حديث المساء. مشاهدينا، لو أمطرت السماء حرية لرأيت البعض يحملون المظلات لأنهم يحبون أن يستعبدوا، فلا تكن من التبعة وكن أنت ولا تجعل أحد يتحكم بك. اليوم نبدأ مشاهدينا أمسيتنا معكم بكل أمل وتواصل، وأيضا يتواصلكم حب ومعنى جميل وإضافة أجمل للبرنامج، وأكيد يسعدنا تواصلكم معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الموضحة أسفل الشاشة. حياكم الله ويانا مشاهدينا في أولى فقراتنا، وهي فقرة مميزة التي سوف نعرض فيها الكثير من القضايا التي تهم الأفراد داخل المجتمع ولمعرفة حقوقه وواجباته وأيضا الأمور المطلوبة منه في هذا المجال. موضوع حلقتنا اليوم هو الأخطاء الطبية التي يعاني منها الكثير ويدفع ثمنها أشخاص لا ذنب لهم. معنا اليوم المحامية والمستشارة القانونية موزة محمد، ويا مرحبا بك وحياك الله، ونتشرف بتواجدك اليوم. تسلم، الله يخليك لنا الشرف. طبعا في البداية خلينا نتعرف، ما هي الأخطاء الطبية؟ الأخطاء الطبية هي لو تكلمنا عنها بشكل واسع هي تكون أخطاء متفاوتة. قد تكون أخطاء بسيطة إلى متوسطة إلى أخطاء تؤدي بحياة الشخص. صحيح. الشخص المريض، ولكن هذه الأخطاء قد تكون الأخطاء مشتركة أو قد تكون خطأ الأطباء نفسهم. جميل. إذا كانت خطأ مشترك قد يكون الخطأ من الطبيب ومن المريض نفسه، انه الطبيب قد يكون انه ادى العمليه او ادى الطبيعه الطبيه بشكل صحيح ما في شيء، ولكن قد يستغرق خطا المريض نفسه انه ما اهتم بالعلاج، ما اهتم بمتابعه صحته، او خذ العلاج بطريقه خاطئه. جميل. هذا في يعني في الحالات اللي ممكن نتكلم فيها. جميل. طيب يعني ممكن احنا واجهنا يمكن الكثير من الاخطاء الطبيه، يمكن حتى يمكن نعرف أشخاص خبرونا أنهم طبعا طاحوا في مثل هذه الأخطاء، ولكن حنا نجهل حقيقة القانون والمسؤولية القانونية حقيقة في الأخطاء الطبية، فلو تعرف على هذا القانون من يمكن يكون شيء جديد نتعلم القانون لتعرف نعرف كيف نتعامل مع هذه الأخطاء الطبية بالقانون. هو القانون أستاذ موجود، ولكن قد نكون في بعض من أفراد المجتمع جاهلين أنه هناك يكون فيه قانون يتبع مثل هذه الحالات اللي هي الأخطاء الطبية اللي تحصل، ولكن القانون وضع على أساس أنه هناك في محاسبة زي ما نقول بشكل عام، محاسبة الأطباء والوقوف على معرفة إذا كان فعلا هذه الأخطاء صدرت منهم، أو أنه الأخطاء قد أنها تكون صادرة أنها يكون لها تبعية من قبل المريض نفسه. القانون حدد هنا على أساس كل شخص ينعطي حقه، الدكتور أو الأطباء يعرفوا أنه هناك في قانون يتبعهم، في ملاحقة لهم. الشيء الثاني حدد لهم المسؤولية اللي تقع عليهم والمسؤولية التي لا تقع عليهم في حالة أنه في أخطاء. قد تكون إحنا نشوف من وجهة نظرنا أنه في أخطاء وقعت فعلا على المريض، ولكن هل هذا الأخطاء هل هي فعلا وقعت على أساس خطأ من الأطباء نفسهم أو خطأ من الشخص نفسه؟ وكذلك حدد هذا القانون الحقوق التي تكون لين المريض نفسه في حالة أنه وقع عليه ضرر أو خطأ من الأطباء والدكاترة الموجودين. فإذا هناك قانون صارم يلزم الأطباء بالتزام طبعا هؤلاء الأطباء بمهنيتهم الطبية بكل تفاصيلها، ولكن ماذا لو تم اجتياز هذا القانون من قبل الأطباء وبالذات في قسم الطوارئ؟ كيف ممكن القانون يقدر يحاسب هؤلاء الأطباء؟ قد تكون هناك بالنسبة لقسم الطوارئ قد تكون على أساس أنه ممكن فيه دكتور موجود، وهو هذا الدكتور الوحيد اللي في حالة موجود أساس مناوب، أنه تتكرر عليه الحالات اللي موجودة.
احنا في اخطاء، قد يكون هو يحاول يساعد المرضى. جميل. ولكن مساعدته هذه ما تكفي بشخصه بنفسه. ليش؟ لانه ممكن تجي حالات ما متخصص فيها، تجي حالات انه هو تبى تتطلب جراحه انه ما متخصص في الجراحه، او انه ما متخصص في قسم الاطفال، او لانه هذه في تخصصات. في دائما نلاقي انه الطوارئ، قسم الطوارئ تكون فيه الاطباء على اساس انهم مثلا يتمرسوا اكثر. صحيح. في ذي، ولكن هذا التمرس لازم يكون بعنايه. التمرس لازم يكون انه له حدود توضع، انه هو اذا كان هو قاعد مثلا في قسم الطوارئ لمساعده الناس، مساعده كذا، لازم يكون في شخص ثاني له الخبره وله الوظيفه الاكثر مثلا في التخصصات الجراحه وكذا، يكون موجود مع الحالة الطارئه. جميل. هو ممكن يكون موجود كمساعد لهذا الدكتور، اما اني اجيب دكتور غير مثلا مؤهل، او انه دكتور مثلا ليه تخصص مثلا معين، او دكتور بادي في هذه المهنه يعني جديد ما عنده الخبره الكافيه، انا اقضي على المهنه. طيب. هذا الدكتور، وبعد اقضي على الاشخاص الموجودين يتعرضون. طيب، يعني يجب ان تكون هناك مهنيه في الموضوع، ايضا لازم. تخصصيه. لازم. فبالتالي انا راح اكمل حديثي مع استاذه موزه عن الاخطاء الطبيه، وايضا راح نتعرف على هذا القانون بشكل أكثر وتفصيلي، ولكن راح نطلع مع مشاهدينا إلى فاصل قصير، وعقبها نستكمل معكم مشوارنا في حديث المسألة.